جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: أبو عبيدة محمد سوداني يصف نفسه فيقول: أنا ملتزم، وكذلك زوجتي والحمد لله. ونحن من عاداتنا في المناسبات أن يذهب النساء في شكل مجموعات، سواء كان داخل القرية أو من قرية إلى أخرى. هل يجوز أن يدع الإنسان زوجته تذهب مع النساء في المناسبات، أم تنصحوننا بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الذهاب من قرية إلى قرية يبلغ مسافة القصر، فلا يجوز أن تذهب إلا مع محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان ذهابها من قرية إلى قرية يعد سفرا، فلا بد من المحرم، ولا يكفي جماعة النساء عن المحرم. أما ذهابها إلى المناسبات فهذا فيه تفصيل. كانت هذه المناسبات خالية من المنكرات وخالية من الفتنة، فلا بأس بالذهاب إليها. أما إذا كانت هذه المنكرات على العكس، تشتمل على منكرات وعلى فتنة وعلى شرور، فإنه لا يجوز الذهاب إليها. نعم.